الإعاقة، فما بنية موجودة في ولاية صفاقس حصلت على الجائزة الأولى عربيا، نجحت في أنها تعمل 10 مؤلفات. شو رأيك مدام؟ مش مسألة إعاقة، راهو اللي ذكي ذكي ما عند ربي سبحانه. راهو ساعات تلقى إنسان مش متوفرت له حد شيء، تلقى تبارك الله عليه من الأوائل وما شاء الله عليه، ساعات تلقاه يشعل على جائزة في الولايات. كل واحد ومخه. يعطيها الصحة تبارك الله عليها، معناتها سامة عملت حاجة بيا، إن شاء الله ربي يوفقها. هذه حاجة بتبيع ما هيش غريبة على الكفاءات نتاعنا التوانسة، خاصة في ولاية صفاقس، ونحن ديما التوانسة عنا الحاجة هذه أنه نهمشوا الكفاءات. ثم فئة معينة من القطاعات نعطوها كارها ونتلهوا بها ونحطوها في البلاتوات ونستدعوها وأكيد راك عندك فكرة وتعرف، وفئة كيما البنية هذه مثلا وبرشا حاجات أخرين نهمشوهم ما نتلهوش بهم، الله أعلم السبب. أما هي حاجة أمبيكابل، حاجة باهية، هذه حاجة تفرح معناها البنية التونسية كيما هكا، وعنا برشا كيف هي راهو نحن غير هما منسيين، فماش تشجيع معناها كي روحت معناها فما ماخذ جايزة، معناها فما برشا في الماجستير في فرنسا في ألمانيا، برشا نسمع عليهم خذاو معناها الماجستير وخذاو الدنيا الكل، ما عندهمش حظ في تونس. عندنا اللهم صل على النبي، شرا ديما هكا متواصلين، أما يزلهم شوية تشجيع يا خويا. شرا فما تو كيما هي هذي ما شكونش قاعد قلت معناها يعاون فيها ويعطيها في كتبها، الكتاب يعمل 100,000 ولا 150,000، شكون معناها قاعد يشجع فيها؟ معناها تلقاها عايشة في أسرة معناها فقيرة معناها مسكينة. والله معناها حاجة تفرح، أنا واحد من الناس نفرح بنت بلادي كيما هكا، معناها ماخذة الجائزة ماخذة الدنيا، شحال ديما شحال كنا كاي، شحال كنا تونس كلها جوائز، وشجعوهم هكا ويعطيهم خلي يقراو، كيما قريناش أنا خلي يقراو هما خويا. شنو اللي يخلي شخص مثلا حامل الإعاقة كيما هذه مثلا تتفوق وتحقق النجاح هذايا، شخص واحد آخر يبدا لبس عليه ما عنده حتى إعاقة ويقول لك راني ما نجمتش ننجح. والله كلامك صحيح اللي تقول فيه، معناها كلامك خذ لك أنا تقرا 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 فما تتقى مسكينه عمد دمود منها عمد دمود من هنا وعمد دمود من عينها عميت من القرايه، فما تسقاه برد من ماشي على سقاه، فهمت مسكينه يعلم بها مربي هو ولا حتى شاب ولا كيف فهمت يقرا في الاخر تلقى مثل والاخر خاطر عنده شكون في الكتاب. تو احنا بعد الثوره تقول اللي عندك كتاب حتى ربع كتب فهمت يدخل يحطوه في عصب بلاصه ورد. انا نشوف فيهم في المطارات في الادارات الكل مش مقارين شرهم، يدخلوا بالمعارف، والاخرين اللي عندهم دبلومات وانا متشين في الديار قاعدين. فما التفاؤل، عندك ثلاثة حاجات، العزيمة والإرادة والتفاؤل. فما عبيد يبدأ صحيح ولابس عليه ونراهم برشا، رجال يبدأ ماهوش متفائل، تقول له قوم اخدم يقولك باش نربح، بار اخدم ب20 يقولك نصرفهم في نهار، اخدم ب500 باش يعملوا لي يمشي ركوب، اخدم يخموا هكاكا. ما نعرفش أنا برشا عبيد، فما عبيد تقولك ما يسالش تو نوصل تو نبدا نقدم ونمشي وتو نهار اخر نحقق اللي نحب عليه. هذوكم اللي يوصلوا معناتها مش حكايه اعاقه، الاعاقه في المخ وكهو. هو هذه انا حسب اعتقادي هذه استثناء، ممكن تخلق الاستثناء هذا يخلق من الضعف قوه يخليها هي تتحدي العراقيل والمصاعب الكل باش تحقق الانجاز وباش تكون هي من بارمي لي ميور وتكون معناها في الاوائل، معناها الشيء تخلق كما قلت لك تخلق من الضعف قوه اللي باش تحقق الاوبجيكتيف نتاعها وتحقق النجاح نتاعها والتميز نتاعها. انا هذوكم كونتورهم 100%، اما نقول لك عليه تلقاها ام وتنحي من الحمى وتعطي فيه يسكر ويسطل ويعمل. سمحني انت اللي تنحي فيه لامك هذاك الكل، علاش ما تعملش بيه تمشي تقرا بيه؟ اقرا باش يقول لك اه نقرا نقرا ما لقيتش خدمه، ايش شنو مشكل؟ بطال بشهاده خير من بطال بالشهاده اختي العزيزه. تنجم تقرا وتعمل اي حاجه من بعد وزيد تقرا، علاش؟ علاش قاعد انت نهار كامل راقدين في القراوي؟ علاش؟ بالعكس بالعكس اقرا وجيب ما عندك، ما تلقاش هنا تنجم تخرج لبرا، حتى ما خرجتش لبرا لابد تجيك فرصه هنا لابد. واحد ما يقسم الامل من رحمه ربي، راهي رحمه ربي واسعه اختي العزيزه وموجود موجود، فما ناس تخدم فما ناس تحب فما ناس. انا ساعات نشوفهم بشهيدهم يخدم قهواجي ويخدم درا شنو، لكن ما يمدش يجي وما يتيحش، يقول لك انا باك بلس 4 بلس 5 واستاذ جامعي واستاذ وتلقاه يبيع في سيرفر. انا نحترمهم برشا هذوك. تعلقت همه المرء ما وراء العرش اللي نالها، يعني اللي عنده اراده الاعاقه ما تكونش سبب باش تحول بينه وبين معناها الاحلام تاعو. هذه مثال اعلى اللي برشا بيديهم ساقيهم ومسلمين مسلمين امورهم هكاك. ما عندهمش حظ في بلادهم، علاش حسب رايك؟ الحظ في بلاد كل شيء بالكتاف، من جات الثورة دي كل شيء بالكتاف، تلقى عندها مسكينة ماجستير وعندها الدنيا كل قاعدة في الدار تخيط، ولا مسكينة فما حتى في الريف مساكن يقراوا معناها يعني بها مربي في الشتاء معناها وفي الشتاء وتعبة معناها توصل 10 كيلومتر على السقاه، ومن بعد مسكينة جات تاخذها في الدار
واللي مازال ما يبوها في 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 في, في, في الحزب واللي يبوها في الرئاسه واللي عنده شكون في مجلس النواب تدخل تقرا ديريكت وتخدم طبيب ولا تخدم اي شيء وتاخذ شهريه والاخر مالي قاري قاعده في الدار. حرام عليهم اخويا حرام والله يا حرام. ما تلفتوش ولا تلفتوش تو من الميديا معناها قاعد الناس الكل قاعده تتكلم. شجعوهم الناس هذاهم خليهم يخدموا اخويا. اللي وصل ل 50 انتريد 55 معناها مازال شد الزارع سوست حتى الكرسي سوس خليه يخرج حطوا بنيه عمرها 18 20 تقرا ماخذ الدبلوم. شجعوا الشباب خليهم يمشي يقرا على روحه خليهم يمشي يخدم. البنيه ميسه هذه تحكي تقول اللي جدتها وقت اللي هي صغيره كانت تقرا لها في القصص وخالها كيف كيف. لهنا يظهر دور العائله. صحيح هما العائله فما اللي زاد هما يطيحوا صغارهم برشا وما يعطيوش الثقه لصغارهم. يعني تشوف انت والدين صغير يعمل حاجه يقعد يضحك عليه يعمل حاجه غالطه الكلهم ليش بيك ما تعرفش وسايب عليك وكل هذيك زاد مش باهيه يعملوها للصغار. فما اللي حتى الصغير هو ملي يبدا بيبي حتى يهز حاجه يحطها غادي فما والدين تصفق عليه برافو صحيت اي محليها يجيب تصويره من الروضه ولا من المكتب يقولوا له محليها محليها حتى كان هي ما فيها شيء. وفما عباد يضحك عليه ويطيش هيلو يقولوا ليه مالا تبلبيز ومالا كل. من وقتها صغير يبدا شخصيته تتكون معتها بالقدي على قاعده يا اما شخصيته يهبط وهيلو يولي حشام حشام وما ينجمش ما عندوش ثقه في روحه وما عادش ينجم يعمل شيء. اكيد اكيد جدا العائله بالنسبه لي انا العائله هي المدرسه الاولى هي معناها بالنسبه للصغير هو بالنسبه للصغير ثم مراحل في التدرج نتاع الحياه نتاعو العائله ثم ياخذوا الشارع والمدرسه ومن بعد هو باش يحدد المصير نتاعو. انا بالنسبه لي انا نقطه انطلاق شخصيه الصغير والا تكوين اي انسان بالنسبه للمره الاولى هو العائله. اذا كان باش تكون العائله نتاعو محيطه باحاطه ايجابيه معناها وتكونوا تكوين صحيح وعلى اسس صحيحه باش يكون بطبيعه باش ياخذ توجه الصحيح والتوجه السليم نتاعو باش يكون متميز في حياته. واذا كان العائله باش تكون كل على مراد الله كل واحد كل فوق كيما نقولوا فيها كل فول الله في نواره معناها باش تخليه على باب الله واش هو يا اما باش يقلع روحه بمجهوده والا باش ياخو يفكوا الشارع ولا كل واحد ياخو مصير نتاعو. بالعكس احنا هذيك اللي كانت نتاع قبل لك لمه العائله وكل والجين اللي تحكي والمامات وكانت العباد تسكن مع والله كانت صدقني كانت نكهه اخرى وكانت العباد تخاف وتحترم وتطلع زي على العادات نتاع الوالدين والتربيه والاخلاق ويقول لك ناخذ بنت الاصل حتى وكان هي ميله شويه ترجع لاصلها اصلها بي كانت العادات باهيه وكانت الصغار تخاف وتطلع تحب توصل. توا ما عادش توا ما عادش توا بعدنا ياسر نهار كامل تلقى طفل في دو بورتابل لم في دو بورتابل الطفل يتقابلوا ميم با دقيقتين على الفطور اذا كان تقابلوا اذا كان ما خذاوش كل واحد بيتزا ولا حاجه ومشاو يفطر وحده. انت كيفاش تتصرف مع الصغيرات؟ ولا شو نقول لك انا ما عندي صغير واحد معناتها وليد مازال صغير معناتها عام ونص اما كوميم توا هكا بديت كي يعمل حاجة معناتها نحب نحسوا هي حاجة باهية معناتها كي يعمل حاجة باهية هكلي تقول له اي صحيت برافو باهية تضحك له تصفق له ظهر له اللي هو يعمل في حاجة ونخليه يحاول يعمل حاجات معناتها يحط حاجته وحده يمدها يجيب لك وتكلمه كأنه هو يفهم وكأنه هو معناتها راهو معناتها كيف كيفه فهمت. حتى صغار ماذا بيك هكاك حتى برشا أصحابي ديما نقول لهم حتى أولادهم أكبر شوية ويفهموا يعني نقول لهم أموا حسوا اللي هو يفهم تشري له لبسه قول له تحب هذه ولا هذه ميساج خليه يختار حتى كان هي حاجه مش باهيه قول له صحيته باهيه هذيك جوست تعطيك الثقه في روحك معناتها صغير انت كي تعطيه الثقه يولي يحب يعمل ويعمل حس روحه سافا معناتها يبدا متوازن. كان انت صغير تقولوا ليه ما تعرفش تختار انت ليه ما تفهمش انت منش تفهم منه اش تعرف منه ديما تحسوا اللي هو هكا ولا تحسوا اللي اخواته الكبار ديما خير منه يقعد ديما هكاك ديما عندوش الثقه ويوخر يولي يحشم حتى باش يحكي مع العبيد ولا يحشم حتى باش يتكلم ولا باش يدخل خدمه يشوف خدمه يوخر. ما فما عبيد ما عندهمش الجراه باش يدخل يخدم جديد في بلاصه تلقاه شد خدمه عنده 10 سنين ويخلص شويه وفيها برشا مشاكل وكل ويقول لك علاش ما نجمش نبدل تجيب له خدمه اخرى تقول له ها شهريه خير وبلاصه لا يقول لك استنست ببلاصتي وانا نخاف نخالط عباد جدد ونخاف من خدمه جديده وكيما نقدش روحي هذيك كلها قله ثقه. وين الخلل حسب رايك مدام؟ في التفكير في المخ في المخ اختي العزيزه. علاش يا اخي هما خير منهم غادي تبارك الله ناقصين 100 حاجه في حاجه تبارك الله اغزر اش قلت انت تبارك الله قداش من جايزه. لا مخ اختي مش مساله راهو فقر ولا فما ناس ما عندهاش مساكن وتقرا وتحب توصل وتوصل المخ
مش ومش مساله فلوس راه يكذب عليك. قبل احنا كنا عندنا فلوس، بالعكس كان الفقر قبل وكانت طالعه كوادر ما شاء الله. توا تلقاه متوفرت له كل شيء. ممكن دليل زيدا كثرنا احنا دليل على صغارنا هي وكل حاجه خوذ 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 خوذ. ساعات الاحتياج راهو يطلع رجال اعاقة التفكير وقلة التربيه. تلقاه متوفرت له كل شيء هنا في تونس، عنده كل شيء، أمه وبوه بحذاه والماء والضوء والتليفون والانترنت وكل شيء، وبورتابل يسوى قديش، تلقاه ما يقراش. اللي كان باش يتعين وزين ثقافة مثلا الدكتور، فهمت؟ عندنا أمثلة كثيرة مش كان في تونس، في العالم الكل. فما أطباء، فما برشا حاجات. المشكلة هي أنه الإنسان تكون عنده إرادة وأحلام وهدف يحب يوصل له.